صباح الخير بنات، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم كويسين بصحه وسلامه. اليوم وصلني ذا الباكج من اي هيرب ومره متحمسه اني افتحه معاكم. طلبت كده كم حاجه ليا واللارا وللبيبي تاليا، فدحين حوريكم ايش طلبت بالضبط. اول حاجه طلبتها اللي هي هذه الهاند ماسك، عليه ريفيو كان مره عالي فجبت بس واحد حجربه، اذا عجبني راح اطلب ان شاء الله زياده. برضه من الاشياء اللي طلبتها اللي هو هذا الهيلثي فيت، المفروض برضه انه يعالج مشكله الرجول الجافه المتشققه، فراح اجربه برضه ان شاء الله. ان شاء الله بس يزبط، لانه من جد اطرافي مره صارت جافه فماني عارفه ايش السبب. يعني كنت في جده مره اطرافي عادي، يعني ما فيها اي حاجه، كانت رجولي مره كانت كويسه ويدي مره كويسه، فماني عارفه من جد هنا ايش صار. برضه من الاشياء اللي اخذتها هو هذا غسول الوش، المفروض انه لكل انواع البشره، الريفيو كان عليه مره عالي، كان من الثلاثه البيست سيلرز في اي هيرب، اتوقع الثلاثه او اول اربعه كذا بيست سيلرز، فقلت اجربه. حجمه كمان مره كويس انه كبير وكذا. برضه اخذت هذا الافريكان بلاك سوب اللي هو الصابون الافريقي الاسود، مرة يمدحوه لإزالة الجلد الميت، لمعالجة حب الشباب، يشيل الأثار من الوش، المفروض يعني ما أعرف من الوش والجسم وكذا، والمفروض إنه يوحد لون البشرة، يعني بقرأ عليه مرة أشياء كثيرة، فقلت خليني أجربه أول مرة أجربه. وهذه البراند من الأكثر مبيعا في آي هيرب، فعشان كذا قلت أجربه. هذا برضو من الاشياء اللي مره متحمسة لها، لارا مره حتنبسط عليها، اللي هو كده زي يجي حبات كده زرقاء وحمراء وصفراء تترمي في البانيو، ويقوم لون البانيو المويه حقت البانيو تتغير وتصير لونها احمر وازرق واصفر. فشفت لها فيديو في اليوتيوب، وكانت يعني الام بترمي للبيبي، ومره لارا انبسطت عليها فكانت مره متحمسة لها اكثر شيء. برضو طلبت هذا برضو من الاشياء اللي دائما اشوف الناس يطلبوها، اللي هي زي كده الالوان الشمعيه تستعمل برضو عشان ترسم عليها في البانيو، تمسح تروح بالمويه، فحسيتها مره حلوه. برضو دحين فصل الصيف وكده حر، فبفكر اشتري لها مسبح كده اطرافه بيضة عشان تقعد تلون فيها وترسم ويبان فيها الالوان اذا رميناها الحبيبات هذه، فبس حلوه برضو. لارا مرة متحمسة للأشياء اللي طلبتها. برضه طلبت هذه، تجي زي السفن كده ملونة، مرة حتنبسط عليها لارا وحتنبسط عليها أختها إن شاء الله لما حتبدأ تسبح معاها بعدين في المستقبل يعني القريب. فلارا مرة تحب الأشياء اللي تطفو على الموية، فمرة راح تنبسط عليها برضه لما تسبح في المسبح في الحوش أو حتسبح في البانيو. برضو من الأشياء اللي طلبتها، مرة لارا حاليا عندها عشق إلسا وأنا اللي هو فروزن، فلقيت لها هذه الفرشة إلكترونية وكان سعرها مرة حلو، حسيت أسعار آي هيرب مرة حلوة ومناسبة، فبرضو لقيت لها الفرش اللي تتغير، بس راح أطلبها بعدين إن شاء الله لما هذه تتعدل، فمرة حبيتها. برضو من الأشياء اللي طلبتها اللي هو كولد أند فلو ريليف، برضو للأطفال وللبذور وكذا، المفروض إنه يستعمل للبيبيز اللي فوق 4 شهور، فلسه ما راح أستعمله لتاليا، لسه صغيرة دوبها شهرين كملت اليوم، فإن شاء الله راح أستعمله بس للارا، ولما تكبر تاليا حستعملها هو، لأنه من جد مرة البذور بيمرضوا كده ويجيهم موسم كده إنفلونزا كلهم بيمرضوا مع بعض، زي تقريبا لارا وتاليا حاليا من يوم ما رجعنا من جد لينا شهر هم مريضين. فحجرب ان شاء الله بس انه ينفع لهم. الريفيو كان عليه مره حلو ومره عالي. برضه من الاشياء اللي اشتريتها اللي هي هذه المالتي فيتامينز اللي هي الفيتامينات للاطفال وزي كده، فالمفروض انها مره كويسه وتتمضغ وما فيها جيلاتين حيواني، ما فيها جيلاتين خنزير وكذا، كانت من الاكثر مبيعا رقم واحد، فحبيت اجربها ان شاء الله بس انها تنبسط عليها. لارا عمرها 3 سنين ونص، هتاخد حبة واحدة في اليوم، والمفروض انه طعمها مرة لذيذ وزي الحلاوة. اخر حاجة مرة متحمسة وهو يعني سبب الطلبية اللي هو موية غريب. في عندنا هنا البراند اشتريته من النهدي اللي هو ماء بيبي، كان مرة ما شاء الله ماشي كويس معاها وزي كذا، بس انهم يمر يمدحوا لي، فقررت اني اجيبها لسه، يعني المغص حيكون مستمر مع تاليا،
فعشان كده جبت هذا، هذا المفروض انه لليل وهذا عادي لاي وقت، فحجرب ده وحجرب ده وحشوف ايش ينفعنا، ايش احسن لتاليا، وراح اطلب لها زياده منه ان شاء الله. برضو هذا كان من الاكثر مبيعا، المويه غريب، مويه غريب ولا ماء غريب، ما اعرف ايش اسمه بالضبط، بس يعني هذا بعدين نلعب فيه. اوكي واو حلو فروزن، خدي هذا كمان. هذا فيتامين، استني زي الحلاوة حديك الحين، استني ماما الجوة تيجي كده شكلها، يلا خذي يا مامي كلي حبة يامي طعمة. ما عارفين اني عدت الفيديو يمكن 500 مرة، انا ماني عارفة ايش اصور ماني عارفة اتكلم. تقريبا حاليا بستعمل هذا من شهر، من يوم ما وصلتني الاغراض وصورت لكم هي، بس حبيت اني اجربها عشان احط لكم الريفيو بعد شهر. جربت هذا وحقيقي في شهر خلصت، بس الين هنا ماني عارفة هو السبب ولا لا، بس ما شاء الله بشرتي مرة تحسنت في الحمل، في تاليا مرة تخربت البشرة، مرة صارت سيئة كده فيها حبوب وزي كده، بس الحمد لله الحبوب خفت بنسبة تقريبا 70%. انا ماني عارفة، انا احس هو ده السبب، لان انا ما بستعمل اي حاجة، ما غيرت اي حاجة جديدة غير ده، فمرة عجبني يعني حاس نفسي هعتمده. يعني حاجة اللي هي الموية غريب بصراحة مرة فنان ما شاء الله، مرة عجبني، مرة احس وريحها الحمد لله، وصارت تنام مرة كويس. ففتحت واحدة علبة وبقي العلبة الثانية، في الشهر خلصنا علبة، ويعني مو خلصنا العلبة كاملة، لسه فيه بقيش فيها شوية كمان، المفروض ان نتخلص منه بعد 6 أسابيع، لسه حاليا بقي لي أسبوعين لما اتخلص منه. فعجبني مرة، ان شاء الله اذا خلص راح اشتري لها زيه، وبصراحة مرة 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 نفسي كنت عرفته ايام لارا، ايام لارا ما كنت عارفة انه هو ده موجود. هذه الصابونة الافريقية بصراحة فنانة، حاليا ما بستعمل غسول للجسم، بس بستعمل دي، بحطها في نفس الليفة افركها واستعملها، مرة مرة حبيتها، راح اشتري زيها ان شاء الله اكتر. وهذا برضو رابع حاجة اللي هو الهيلثي فيت، استعملته مرة واحدة ولبست شراب ونمت، يعني مرة بصراحة حسيت فرق، من مرة واحدة حسيت مرة فرق، اصلا هما كاتبين على العبوة اذا ما حسيتي اي تغيير رجعي لنا المنتج، ومن جد مرة حسيته مفيد، بس المشكلة احس نفسي مشغولة كنت الشهر كده يعني مضغوطة وزي كده، فما استعملته كتير، بس رح اعتمده ورح احط منه اكتر ان شاء الله، بس من جد في المرة دي مرة احس فرقت رجلي. هذا ماسك اليد لسه ما جربته، فما حصلت فرصة، المفروض اني استنى 5 دقائق كده، 10 دقائق سوري ما امسك ولا حاجة، وما اعرف احس وقتي مرة ضيق، ما في وقت، انسى دايما. الان بس اللي باقية من حقت لارا، صراحة مرة انبسطت عليها، بس لو انه تدوهم كل مرة واحد بس قلم يكون احسن، لانه لما اديتها كل الاقلام تقريبا كسرتها، كسرت نص الاقلام، فمن جد احس يعني لو اديتها كل مرة واحد 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 كان احسن. واخر حاجة اللي هي الفرشة الاسنان حقت لارا، بصراحة مرة انبسطت عليها، اذا بزورتكم ما بيتعبوكم في تسويق الاسنان اشتروا لهم، هي ممكن يعني هتحمسهم مرة. لارا مرة انبسطت، يعني تقريبا اول يوم شافت فيه الفرشة سوكت سنونة يمكن 5 مرات، كل شوية ألاقيها في الحمام الله يكرمكم تسويك سنونة، أسمع صوتها من برا، فمرة مبسوطة عليه. آخر حاجة اللي هو هذا، بصراحة مرة ما عجب لارا، يعني مرتين أكلته كانت تقول لي it's okay، بعدين صرت ألاحظها إنها ما تكمل وتقعد تسيب لي هو فوق الطاولة نصه وتمشي، وحتى لدرجة دحين صرت أديها هو صار تقول لي يكي، طعمه ما عجبها أبدا. دكت دوبني حبة عشان بأوصف لكم الطعم، طعمه كده كأنه تانك مركز، وفي له كده في النهاية طعم شوية كده غريب بصراحة، مطعم يعني، فأيوه ما حبته لارا، ممكن حجرب لها بعدين نوع تاني كده مثلا، ما أعرف في له جيلاتين بس ما يكون خنزيري وزي كده، وأشوف وقتها. بس أنا مستغربة لأنه في الريفيوز كانوا كتير بيقولوا إنه طعمه مرة طعمه زي الحلاوة وبزورتهم حبوه، بس لا لارا مرة ما حبته، العلبة زي ما هي. بكده خلاص خلصنا الفيديو، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم المنتجات، ولا تنسوا اللايك وسبسكرايب وشكرا.